بص يا اسمان، هذول موجودين، هذول موجودين. المباني الأخرى، المباني الأخرى كلها المنازل مثلا صنفت مش حد فيها، ما انتصفت وهذا مش موجود حد فيها، خلاص هي هذا الأساس هو الشباب. لا فيش حد في الإشعاع، ما كانش حد. القلب، أي قلب؟ القلب هو موجود في مبنى التخصصي. التخصصي أول واحد على اليمين، هذا هو. والكلى، الكلى في دير بنا، في مرضى الكلى موجودين تحت. يعني وراء اللي هو المبنى اليميني اللي بتدخل عليه، وراء الكلى، هذا موجود في ناس اللي هم مرضى الكلى، حوالي يمكن 60 مريض للكلى والكوادر الطبية. وطبعا النازحين، النازحين انت عاد تشوف الان منظر ما عمرك شفته، النازحين في كل شبر موجودين وفي الممرات وفي كل حاجه هنا. مهم جدا جدا ما يتخلقوش صاعد المباني، ومهم جدا يبعدوا عن الوسط، مهم جدا. كل ما جينا، احنا ما جينا عشان نقتل اي مواطن، احنا جينا فقط عشان بدنا نشوف وين الاماكن الاكثر انتعاش. هو في ناس دير بالك، ناس خايف الان، مجرد ما عرفوا انكم بدكم تدخلوا الناس ماتت، روحوا، وخايفين يصير فيهم مجزره ويموتوا، لانه كمان في انت عندك جثث قدام. اول ما تدخل في الساحه في جثث على ايدك الشمال حوالي 100 جثه، وفي ايضا على ايدك اليمين حفرنا اليوم حفره كبيره فيها مقبره جماعيه وفيها حوالي يمكن 80 شهيد. فدير بالك يعني عشان تكون في الصوره. اول ما تدخل هذول مرضى ماتوا، مصابين ماتوا، اطفال ماتوا، كلهم ماتوا هذول. وقلنا حوالي 20 يوم بنقول لكم اسمحوا لنا نستلمهم برا، وعملنا تنسيق مع الطبيب الاحمر. ما اعطونا موافقه الصريحه. الطبيب الاحمر بلغنا انه انتم رفضتوا الموافقه، معي كتاب رسمي. انا خلص الصليب كذا، ايش عمل لك؟ لا صحيح كذا، انا حكيت مع الدكتور ابو سعد شخصيا. ما هو ويليام، ويليام بلغنا بعدم وقفك في المبنى الرئيسي؟ اه في المبنى التخصصي صحيح. يبارك لحالك. ايش في يعني؟ انا قاعد موجود بين المرضى. طيب وايش يعني دير بالك حالي؟ لا انا بقول انه يبارك لحالك، مش اكثر من هيك. انا قاعد بين المرضى وانا جاهز لكل حاجه، ايش المشكله عندي؟ اوكي. المهم ما يصيرش اي اذى لاي مريض، واللي بدكم يعملوا داخل المستشفى، المستشفى مفتوح لكم، لكن المرضى هذول الان تقولكوا لهم داخل المستشفى حيسبب رعب، حيسبب هيجان. فهذا الكلام يعني هو المشكله انا عندي، لانك في الممرات مليان ناس، اطفال كبار. على اليمين واللي في قبالك في المستقبل هذا. سؤال كل الطوابق، من الطابق الاول للسادس مليانه. انت متاكد انه مش بس بالطابق الاول؟ حتلاقي في الاستقبال، على باب الاستقبال حتتعصر مع الناس. الناس مليانه هنا. هذا اللي حيسبب، لا تقول لي لقيتها صار مشكله، لا بدك تدخل وتعرف انه والله مليان الاستقبال. مليان الطابق الاول، مليان، اقول لك غرف العمليات عندنا فيها بني ادمين نازحين. اوكي. وفي وجهك هذا في الاستقبال نفس الشيء، وفي الكليه نفس الشيء. لقيتها في الولاده ما فيش حد. في الاشعه ما فيش حد، هذه المباني الرئيسيه موجوده. في الاداره ما في حد. اوكي. في الحروق، دير بالك في الحروق على الجهه اليمين. وين الكلية؟ تعدي على اليمين هناك. الكلية فيها. مبنى الحروق فيها مرضى وناس محروقة، وفيها أيضا عندك اللي هو نازحين. هذه المباني الرسمية اللي فيها نازحين وفيها بني آدمين. مبنى الحروق. الحروق. أوكي.